الرئيس عبد الفتاح السيسي انا كنت بحضر له مقابلات وهو وزير دفاع، كان شخصيه لذيذه جدا ومبتسمه دائما، وهو لا زال حتى في وقت الشدائد بيبقى مبتسم. يعني عايز اقول له يعني خد بالك المخاطر كتير جايه من حد من كذا ناحيه، ربنا يقويك، الحمل كبير، الحمل كبير جدا، وحدودنا كلها مفتوحه للارهاب، ف لان الراجل ده نيته سليمه وبيحب المصريين والمصريين بيحبوه، اكيد هينتصر في مواجهه الارهاب.